شلونهم الشباب؟ شلون احوالكم؟ اموركم؟ مشتاقين لكم هواي. انا الفرخه طيرناهن تقريبا هسه الساعه بالوحده، الا لان من هنا اربعه، هنا اثنين ثلاثه، لانيش نزلنا لهناك. يلا شباب، لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد على الفرخة. وياهن هسه واحد غريب، هنا فحل كبير هذا، اعتقد ذيله والله بي ريش بي، هسه فكي كأنه ما يرضى يحطه. هسه لو واحد يطير لكم شيء يصيح مال واحد. هذا الفحل الموسم، هذا الاول واحد، هذا شباب نقطع ونرجع. شباب الهواء عالي طبعا، الجو بيتراب، بس لازم الفرخة لازم ما تقعد ابد، ما لا تقعدها يعني، بس مو عاد تطيرها، بس يعني الجو ها زين، واللي يروح شو يريد يسوي له يعني. ان شاء الله بشهر السابع نذب لنا وجبة ان شاء الله. وين يا معودات؟ الدنيا حارة، لان الشباب عندنا هنا اربعة. هذا سببتكم عليه، قلت لكم ضرب، وهذا الثاني بيحب متعبان، وهذا والله متعبان، وهذا الزغير. أنا طلعان يا رب، نسيت الباب مفتوح. هذاكم شونه يسمونه بالعواشر. هسه خلنا نطير هذا شوية. ما طيران رجعنا لكم شباب، والفرخات بدن يحطن، والدنيا حارة كلش. لا تحطن هناك معودات، والفحل الغريب ادري شو نزلك تاكل بالاخير، وانت عمرك اربع سنوات وين فرخات تحوط. ما طيح حظ الحمامي والله، بس هو هذا الطير ذاك شباب بالاخير يعني، بس سدناها راح يعبر هناك على العالي حطه. ما له حتى تصوير. لاك شباب الورا هذا طير. يلا شباب لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على مود يوصلكم كل شيء جديد على الصيد. لاكم اشنا نسوي لكم مقطع صغير عليه ونشره. وهذا شباب الزغير يعني استوى بده يصعد هو. اصعد يلا شوف وين راح، شوف مال المرض. هاي هاي وقع جوا يا معود، تعال لكم شونك وطلعونك الحايل. تعال لك، تعال لك، لا تشلع قلبي. وهذا شباب صعد الفريخ، شوف اسئله تقول طاير ساعه مال الحماسه. شباب خلنا نطب له جوا نشوف الفرخات وين صار ما صار. وذن عندنا شعل طير ابو حل، هذا البيضين، وهذا الاشعل اللي
عفوا الكمرلي، وهاي طيارة الشعلب اسود. ورجعنا لكم شباب وي الكبار، وخلينا نشوف وش عندنا ما عندنا. ظني شباب بوصيت ولد يجي ياخذهن. والله نقدر اسوي هنا حرامات الامهات المردن يعني. وعندنا حالة وفاة هنا. يلا فدوة فدوة فدوة، احسن ما يكون شونك موت لك. وعدنا هنا شنو؟ وعدنا هنا واحد والله ظن الامهات يذبن فرخة عدلة، بس بعد ما ادري. وعدنا هذا ابن الحلني، ما نعرف هدلة عجوزي. وعدنا ذن الشباب هم يردن بيضن هيك بعد هن يومين، وذن بيضن. شنو عدنا؟ عدنا هذا ما مبيض والله. شاتنا بعد نراويكم شنو شباب. وعدنا هاي الطيرة، هذا ابنهن شباب ذني ذبن وصف، طبعا نفس الشكل هي وفحلها. فحلها بعد يعني شوي ارتب منها، وهذا فحلها شباب هاي الطيرة. يلا شباب منا وننهي المقطع، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة على مود يوصل عدد اكثر من الناس. يلا شباب مشاهدة ممتعة، ولا تنسونا باللايك. فيما لا شباب.